مكملين معاكم، ويسعدني يكون معايا المخرج الشاب المتألق اللي الحقيقة الفترة الأخيرة قدم أكتر من عمل حققوا نجاح كبير، كان آخرهم طبعا يعني مسلسل مهم جدا اتعرض خارج السباق الرمضاني بعنوان شطرنج، وكمان فيلم سينمائي اتعرض في الفترة الأخيرة. هيكلمنا عن كل ده، بس في الأول نرحب بيه طبعا المخرج المتميز محمد حمدي. بقول لك مليون مبروك على التكريم النهاردة. أهلا وسهلا بيك، ومتشكر جدا على حضوركم ومشاركتكم في الحدث الجميل ده. احنا اللي شاكرين جدا ليك انك جيت، بالرغم من ان الدنيا كلها مقلوبة عليك النهاردة. لا ابدا، مش اي حاجه، دي امور كلنا واخدين عليها. ويعني نوضح كده للساده المشاهدين ايه الموقف بالظبط، ايه اللي حاصل؟ لا اللي حصل بس النهارده انه اكتشفنا احد الاشخاص بينتحل صفه انه منتج فني، وبيتصل بالفنانات الشابات اللي بيحلموا بالتمثيل وبالنجوميه، وبيبتدي يكلمهم انه متعاقد مع المخرج محمد حمدي، وانه محمد حمدي في انتظارهم في العنوان الفلاني الساعه كذا، ويتشرفونا وبتاع. فكلهم طبعا بيبقوا مبسوطين ان هيروحوا يشتركوا في فيلم ويقابلوني، والحقيقه كل ده كذب ونصب، وتم التعامل يعني مع الموضوع يعني الحمد لله. ايه كان ايه الموقف بقى؟ لا الحقيقه يعني احنا عرفنا، وكتير من الزملاء اهتموا بالموضوع ووصلنا له يعني، وتم التعامل مع الموضوع بشكل ودي، وتم الاعتذار بشكل ودي يعني، ما تطورش الموضوع للشرطه. لا 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 الحمد لله الموضوع تم التعامل. لازم ابسط ودني كده عشان يحرم يعمل كده تاني. احنا بنتعرض لده على طول، ويعني يعني اتمنى انه ده ما يتكررش تاني، واتمنى انه ما نشوفش النوعيه دي كتير يعني. الله، يعني يمكن ظاهرة النصب باسم الفنانين والمخرجين أصبحت يعني منتشرة بشكل كبير، وهي موجودة من زمان الحقيقة، لكن انتشرت قوي في الفترة الحالية. شايف إيه السبب في ده؟ هو انتشار الظاهرة دي مؤخرا سببه الرئيسي كلنا عارفينه سهولة التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الانستجرام والفيسبوك والتويتر، مواقع دي خلت يعني زمان كان الشخص لازم يعمل مثلا إعلان على صحيفة ويتكلف، النهارده ممكن على الفيسبوك او تويتر مثلا بينزل اعلان بيجي له مئات الفتيات. بالظبط، النهارده اي شخص ممكن يعمل صفحه على الفيسبوك يحط صوره فنان معروف او صوره منتج معروف وينتحل شخصيته بمنتهى السهوله، وتتفاجئ انه الناس هم اللي بيكلموه باعتباره منتج مهم او مخرج مهم او مسؤول كبير او اي حاجه، فبتبقى سهله قوي يعني، اسهل من زمان بكتير يعني. بنبارك لك على مسلسلك الجديد، يا ريت تدي الساده المشاهدين كده فكره عنه، اسم المسلسل والابطال والخط العام للدراما داخل الاحداث. حاليا انا متفرغ لل يعني لتحضيرات مسلسل باسم السر. السر تاليف استاذ حسام موسى، انتاج الاستاذ محمد فوزي. هو بيدور في قالب بوليسي غامض. تعاقدنا لحد دلوقتي مع النجم الكبير حسين فهمي. الحقيقه هيكون مفاجاه، وهيكون دور الناس ما شافتش استاذنا حسين فهمي بالشكل ده قبل كده. شعبي مثلا؟ لا هو مش شعبي، هو دور مركب شويه وبالفعل جديد جدا، هيكون مفاجاه ان شاء الله للناس. معنا كمان الاستاذ نضال الشافعي، وتاني تجربه ليا معاه بعد شطرنج. تعاقدنا مع الاستاذه مايا نصري من لبنان، فنانه كبيره وفنانه مهمه. ايه ده بقوه يعني للفن بعد 4 سنين يعني احتجاب. بالظبط، هي الفنانه مايا نصري الحقيقه يعني بعدت 4 سنين عن الشغل، يمكن بحكم او لما عرفتها يعني وعرفت الظروف اولادها. بالظبط، بحكم رعايتها لاولادها. كان ليا لقاء مع الفنانه الجميله مايا نصري، وهي راجعه بفيلم سينما كمان مع النجم هاني رمزي. مظبوط، ف وسطي بيوجعني على ما اعتقد. ايوه بالظبط، يعني انا سعيد بعوده مايا نصري، ويمكن كل جمهورها سعيد بده، لانه الحقيقه ليها قاعده من الجمهور عريضه جدا يعني. طيب زي ما قلت انت متالق ما شاء الله في الدراما التلفزيونيه وايضا السينمائيه. كان اخر افلامك صابر جوجل مع النجم محمد رجب. عايز اعرف ازاي بتقدر انك توازن ما بين النجاح في السينما والتلفزيون في نفس الوقت؟ الحمد لله يعني، بص ما حدش فينا يقدر يقول او يراهن على النجاح. احنا كل اللي بنقدر نعمله انه بنشتغل بجديه، بنشتغل باخلاص، بنحاول نعمل حاجه جديده بضمير، وفي الاخر نجاح بتاع ربنا يعني. وزي ما كلنا بنقول بالبلدي كده انه اللي بيعمل حاجه كويسه بيلاقي مردود بعد كده يعني. ده مجرد اجتهاد حقيقي،
سعي حقيقي برضو وجدية في الشغل، وربنا اللي بيوفق. النهاردة شايفه تتويج بقى لكل النجاحات الأخيرة؟ الحمد لله. النهاردة ملتقى الفن العربي في الدورة الأولى لي بيقام في مصر. الحقيقة سعادتي بتكريمي أنا الشخصية شيء، وسعادتي الأكبر والله العظيم أنه حدث زي ده يتعمل في مصر، وأنه يبقى فيه فنانين من كل الوطن العربي، ويبقى فيه صحفيين وإعلاميين وميديا من الوطن العربي كله. دي الفرحة الأكبر والله، أنه بلدنا تاني تستعيد ريادتها في الفنون، وانه احنا طول عمرنا كنا هوليود الشرق بجداره. مش اسم برنامجي يعني. على فكره اسم برنامجي بالظبط. طب هايل هايل. وهي دي المسج اللي حابين نوصلها للجمهور، ان مصر دايما هتفضل ان شاء الله هوليود الشرق. بالظبط، متفق معاك جدا، وكلنا نكافح لده، وكلنا نقف مع بعض عشان نفضل هوليود الشرق، لانه ده شرف لينا ولاولادنا من بعدنا يعني. طبعا انا بشكرك وببارك لك مره تانية، وان شاء الله نلتقيك مع بدء تصوير المسلسل عشان نبارك لك عليه، ويكون مسلسل ناجح جدا يكسر كل النسب المشاهدة في السنوات الماضية. بشكرك جدا ودايما متألق. شكرا ليكم، ودايما منورنا دايما.